في مواجهة أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد الأولى منذ 30 عاما. المواجهة اليوم في دور 16، ما يسمى الدور الثمن النهائي في دور أبطال أوروبا لهذا الموسم، مع مانشستر يونايتد الذي ينزل ضيفا في مدريد بكريستيانو رونالدو، وبالمرمى ليندلوف سيكون موجود على الجهة اليمنى، لوك شو على الجهة اليسرى، فالان مع ماغواير، فريد فرنانديز وبول بوجبا ثلاثي وسط الميدان، ماركوس راشفورد، جايدن سانشو، بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو صاحب 25 هدف في 36 مواجهة أمام فريق أتلتيكو مدريد بقيادة جواو يسرى، يبحث من هنالك عن جايدن سانشو، كرة بعيدة، كرة الحكم خلى اللاعب وانطلق مرة ثانية، كرة صعبة لتكون على الجهة اليمنى خطيرة، عرضية بابا قال لولا فيرسايكو أو خيمينيز يضيع الكرة الأولى لعناصر أتلتيكو مدريد، كرة بعيدة مرة اتصال عناصر اتلتيكو مدريد الملعوبة من هنالك على الجهة سبقات تلقى 34 هدف سريع جدا راح البرتغالي دخل كله كبانه بدأ في الاتلتيكو الراسية ماغو سيميون يثق فيه ويضعه في التشكيل الأساسية كرة مدفوعة مشت مدرب ألماني على التوالي بلقب دوري أبطال أوروبا قولون زال أولون عن رودي يا غربا با 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 غول جو فيليكس لولا سلام ولا أروع التوزيع من راينيلدو ولا أروع الارتماء الراسية من فيليكس جو وارتما وفيليكس سدد الراس جول أول لأتلتيكو مدريد يا سلام أوي مازال يرجع الخط ناحية بوجبا يدخل بوجبا تقدير يجب أن يحترم من فرنانديز فسلم الكرة دخل السويدي ليندلوف وليمون راشفورد وصد فرنانديز التسديدة لا لا راشفورد رونالدو فرنانديز والكرة في الركنية لصالح عناصر مانشستر يونايتد في اتجاه سافيتش سافيتش يبحث عن يا سافيتش في عددية لعناصر المان فيليكس وفيليكس ماغواير فريد ضربت عليه ياهو كوندوبيا في خطأ ماغواير هذه ليست تمريرة هذه ضربت الكرة على فريد هذه تسديدة تقريبا جاء اليوم راشفورد يلحق عليه من هنالك الأصابيت لعب الكرة سافيتش من حياة الكرواتي الدولي فيرسايكو لودي هناك من فيكتور ليندلوف يخرجها ركنية ثالثة لكوريا هاي كرة صعبة كوس راشفورد الكرة فرنانديز أرضية في القائمة الثانية رينان لودي ورينيلدو رينيلدو رينان لودخل يلعب على الجهة اليسرى لودي وخطأ فاران يخطئ هنا من أمام لودي الحكم يصفر خطأ لعناصر أتلتيكو مدريد إذا أتلتيكو مدريد لم يرجع لودي التوزيع من هنالك جواو فيليكس مرة ثانية لو كنت خل على جهة اليمنى سانشو يلحق عليها جايدن والكرة ضربت مرمى ثانك يو كل رينيلدو يشكر الحكم المساعد على انه احتسب ضربة يضربها مباشرة ميريرا خلاها للودي اتلتيكو مدريد الكرة من جواو فيليكس ناحية لعبة للودي لودي يلحق عليه رينيلدو توصل لرونالدو كريستيانو رونالدو مرة سلامات التسديدة الأولى في اتجاه مرمى الحارس يانو بلاك لمانشستر يونايتد وانطلق من رينال لودي زاد في السرعة دخل لودي الشباك الصغيرة رائعة مراقبة ترويض الكرة من رينال لودي في الجهة اليسرى ثم المراوغة والتسديد شوف يورنتي ماذا قدم لرونالدو سانشو رونالدو سانشو الحكم يرفع الراية الحكم المساعد يرفع الراية معلنا خطأ ضد كريستيانو لصالح دفاع مانشستر لصالح مثل مع فريد يرفع كرة لماغواير الكعبة للودي لودي ولا لوكشو توزيع في القائمة الثانية بعيدة كثير يرجع من هنالك التوزيع من بوكبا والدفاعي كرة جول جد فيرسايكو هيلة توزيع منه ليندلوف مرة ثانية ماغواير يورنتي وماغواير تفوق من أمام يورنتي إيريرا يفرر الكرة البعيدة لفيرسايكو برونو تستلم يبحث عن التوزيعة رائعة ويورنتي
يا رونينجي. يا رونينجي قالوا رأيي كانت سادية سانحة، ورقبتك للكرة كانت جيدة، حطيت الكرة في المكان المناسب. يا في القائمة الثاني الرير، القائمة الأول والدفاعي الرير فيليكس أوي فورد السلام عود دخل راشفورد وبرساي بوكبا يغير تماما لبرونو في الرمل. سانشو مازال، سانشو يرجع لبوكبا مرة ثانية اليمنى الخط الخلفي لدفاع مانشستر يونايتد، كرة من برونو فرنانديز بوكبا يحاول يمر مازال، بوكبا يدخل، بوكبا يزيد كرية في المراوغة، كرية في الهندلاب مرة ثانية، كرة رائعة الهندلاب لتنفيذ الركنية إريرا وفرة ثانية إريرا وجو فيليكس ورينان لودي وركنية يحتسبها الحكم. يا فريد فريد الكرة العرضية البعيدة، وين يا فريد وين بعيد دخل يورينتي مرة ثانية لفيلي، يورينتي هرب على الجهة اليمنى يورينتي والتغطية دي الكرة البعيدة خطيرة 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 برونو، الكرة في الركنية ورأي تسلل الحكم المساعد يرفع الراية من هنالك اللاعبين في السن طبعا لي لودي مازال لودي عرضية كرة خارجة من الريرا مرفوعة بشكل رائع بالرأس ودي رونالدو يستعد لتنفيذها رونالدو تكفيه كرة تكفيه لعبة تكفيه تمريرة